السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، على نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وبياكم، وأسدد على طريق الخير خطايا خطاكم. نكمل هذه السلسلة، سلسلة حقائق قرآنية، ومعنا اليوم الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الدنيا وكذلك أكثر من ذكر الآخرة، وكثيرا ما يقابل الله سبحانه وتعالى بينهما. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ضرب الله سبحانه وتعالى مثل الدنيا بالماء في سورة ياسين وفي سورة الكهف وكذلك هنا في سورة الحديد. لماذا الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل المائي للدنيا؟ لعدة أسباب، منها أن الدنيا لا يمكن للإنسان أن يمسكها مثل الماء. هل يمكن لشخص أن يمسك الماء؟ لا يمكن. كذلك الدنيا مهما ظننت بنفسك تنالها لن تنالها. وكذلك من دخل في الماء لابد أن يصيبه شيء من هذا البلل. كذلك الدنيا من دخل بها لابد أن يعلق فيه شيء منها. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. وكان يوصي أصحابه كثيرا بالزهد في الدنيا، كثيرا بالزهد في الدنيا. لم تكن الدنيا مطمع ولا مطمح لهم، إنما كان الهم كلها الآخرة. لذلك كان من السهل جدا بالنسبة لهم أن يضحوا بالدنيا. صاحب المال الوفير عثمان عفان يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات، سهل جدا. ولما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام الناس لصدقة، يأتي عثمان ويتبرع بمجموعة كبيرة من الإبل، بمئتين من الإبل بحلاسها وأقتابها، ثم يأتي بمئة ثالثة، ثم يأتي بألف دينار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يسهل عليهم هذا الشيء. لماذا؟ لأن الدنيا ليست بشيء بالنسبة لهم. الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، لذلك ما كانوا يحرصون على الدنيا، إنما كانوا يحرصون على الآخرة. والله مثل ما ذكرت كثيرا ما يكرر هذه الحقيقة، أن الدنيا هذه زائلة زائفة. يقول الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. ويقول الله عن الكافر لما يخرج من قبره ويرى الناس ما بين داخل إلى الجنة سعيد منعم فيها، وبين محكوم عليه في النار شقي تعس فيها، يقول الكافر هنا لما يرى إلى أعماله كيف ستقوده إلى جهنم والعياذ بالله، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ألم تكن حياتك التي مضت؟ لا، إنما الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي، هذه هي الحياة الحقيقية. لذلك سميت الدنيا دنيا لدنو زوالها ولسرعة زوالها وكذلك لدناءتها. يكثر الله من ذكر الدنيا وتزهيد المؤمنين بها، ويذكر الآخرة وتعظيمها في قلوب المسلمين. لماذا؟ حتى يعرف المؤمن أن الدنيا ليست الدار الحقيقية، إنما الدار الحقيقية دار القرار هي الدار الآخرة. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر لأصحابه الدنيا ويزهدهم فيها، وتنوعت طرق تزهيد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب ما ينس بدار الغربة، وهنا أو بمعنى بل عابر سبيل. وعابر السبيل هو أبلغ من الغريب، لأن هذا مسافر عابر سبيل، لن يقيم في هذه الطرق التي بينه وبين المكان الذي يقصده والذي يريد الوصول إليه. كن كذلك. هل من كان مسافر في طريق ثم توقف من أجل الراحة، هل يفكر في هذا المكان يتوقف فيه أن يبني به بيتا وأن يتزوج فيه وأن يعيش فيه؟ أبدا.
لماذا؟ لأن عابر سبيل لا يفكر بهذا. كذلك الدنيا. ومرة من المرات دخل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى المدينة فوجد جدي أسك ميت، أسك مقطوع الأذن أو صغير الأذن وميت، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولما يذكر الله سبحانه وتعالى الآخرة يعظم الآخرة ويفخم من شأنها، وكرر الله ذكرها كثيرا في القرآن الكريم، حتى ذكر الله سبحانه وتعالى اليوم الآخر والقيامة والآخرة في القرآن الكريم في 1600 آية، أكثر من 1600 آية، أكثر من ربع آية القرآن الكريم الله يتكلم عن الآخرة. لماذا؟ حتى ينضبط الميزان. لماذا؟ حتى يعرف الإنسان الحياة الحقيقية. لماذا؟ حتى ينزجر الإنسان من الذنوب والمعاصي، وحتى يحمل ويستكثر من الصالحات. كم اسم سمى الله سبحانه وتعالى به الآخرة؟ الآخرة، الصاخة، الطامة الكبرى، القيامة، يوم الحشر، النشور، الساعة، الآزفة، إلى الواقعة، الحاقة، إلى آخر هذه الأسماء. ما يقارب من 29 اسم في القرآن الكريم فقط عن يوم القيامة. لماذا؟ لمركزية الإيمان باليوم الآخر، ولضرورة تقوية الإيمان بهذا اليوم، حتى يعرف الإنسان أن هذه الحقيقة ولا يعلق في الدنيا. مشكلة الدنيا اللي يدخل فيها مثل ما ذكرنا يعلق فيها. لذلك الله قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لما يجلس الشخص مع أهل الدنيا ويسمعهم يتكلمون عن الدنيا تعلق نفسه في الدنيا، فيريد أن ينافسهم في الدنيا ويريد أن يصبح مثلهم. هنا الله يحذر من هذا الشيء، وطبيعة النفس تنساق، طبيعة النفس تنساق إلى مثل هذه المغريات الملهيات. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة الفقر تخافون، والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وكان يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا خطرة. وكان يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه يا دنيا طلقتك ثلاثة غري غيري، طلقتك ثلاثة. مثال الدنيا، مثال الرجل الذي كان يمشي في صحراء فعرض له أسد، ففر هذا الرجل خوفا من هذا الأسد حتى جاء عند بئر فألقى بنفسه في البئر وتمسك بالحبل. فلما تمسك بالحبل والأسد يسمع زئيرة من فوق البئر، سمع صوت فحيح ثعبان أسفل البئر، وهو بين الأسد وبين الثعبان في هذا الموطن المخيف صدم بوجود فأرين، أحدهما أبيض والآخر أسود يقرضان الحبل. فهو في هذه الحالة الصعبة العسيرة الشديدة مرت خلية نحل والقت بقطرات من العسل على يده، فأخذ يلعق هذا العسل ويستمتع بهذا العسل وترك هذه الحالة الصعبة التي يعيشها. هذا هو الإنسان الذي تعلق قلبه بالدنيا، هو الآن يأكل من العسل وغافل عن الأسد الذي هو الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولا بد مهما فرت سيأتيك الموت، والثعبان الذي أسفل البئر هذا عذاب القبر، والفأران الأبيض والأسود هذا الليل والنهار، وهذا الحبل هو العمر، فالليل والنهار يعمل بعمر الإنسان حتى ينقضي هذا العمر ويسقط هذا الإنسان في حفرة القبر. لذلك ينبغي أن يعلق الإنسان قلبه بربه سبحانه وتعالى، وأن يترك الدنيا قبل أن تتركها، وأن يعمل لهذا الدين. ومن شرط العمل الإسلام التضحية، ولا يمكن لقلب معلق بالدنيا أن يضحي، لا يمكن، لابد أن يتجرد من الدنيا وأن يتخفف من الدنيا وأن يزهد بالدنيا، وأن يزهد
بالدنيا. ليس معنى الزهد بالدنيا أن الإنسان يعيش فقير يطلب الناس، لا، ولكن لا يجعل الدنيا تدخل قلبه، إنما تكون الدنيا بيده لا تكون بقلبه. لا تدخل الدنيا قلب، إن دخلت القلب عالق القلب بها، فصعب على هذا الإنسان أن يتخفف منها وأن يعمل للآخرة. المقصد يا إخوان من هذا أن الإنسان يحرص على الآخرة ويعمر الآخرة ويبني الآخرة، وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمة الآخرة بالنسبة له من قيمة الدنيا فلينظر إلى عمله، هل عملك أكثر للآخرة أو للدنيا؟ هل دعائك أكثر للآخرة أو للدنيا؟ إذا كان للآخرة فالآخرة عندك معظمة، أما إذا كان الدنيا كما هو حال كثير من الناس اليوم فهذا سببه هو ضعف الإيمان بمركزية الآخرة وعظمة الآخرة، فيحتاج الإنسان أن يقوي هذا الإيمان وأن يستحضر عظمة الآخرة دائما وأن يخفف من الدنيا. كان يقول علي رضي الله عنه وارضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكان يقول بعض السلف: لو كانت الدنيا من ذهب يبقى، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان إيثار الباقي على الفاني هو الأولى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ نحتاج إخوان أن نصحح علاقتنا مع هذا الكتاب العظيم وأن نعظم هذه الحقائق في قلوبنا، ولما نقرأ مثل هذه الآيات أن نتأملها وأن نتدبرها وأن نقف عندها كثيرا ونعرف كيف نسوس أنفسنا في هذا الأمر المهم. إذا لم ينضبط هذا المعيار عندنا لن تنضبط علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ولا حتى بالأعمال الصالحة، ولا حتى بالانزجار عن الذنوب والمعاصي. مركزية الآخرة مهم تعظيمها في القلب واستحضارها دائما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.